كاين بعض الاغذيه الان اللي ماشي الموسم ديالها وكنلقاوها الان دابا. وانا شخصيا شفت الدلاح وشفت البطيخ، ما يخفاش علينا اننا الان ولاو بعض الناس كيخبيو هذه الاغذيه هذه في ما يسمى بالفريقوات. يعني هذا الظاهره كاينه في المغرب. بالنسبه لنا اللي كنقول الحاجه اللي كتخاد في الموسم ديالها، فالحكمه في استهلاك هذه الحاجه هي اننا نستهلكوها في الموسم ديالها، والاستفاده الاقصى استفاده بالنسبه للغذاء هو ناخذوه في الموسم ديالو. فبالنسبه لي انا اشجع على الموسميه واشجع على الاغذيه الموسميه. ما يمكنناش نكرو اننا كنلقاو اغذيه الان اللي هي ماشي في الموسم ديالها. اذا كنا غناخذوا هذه الاغذيه اللي ماشي في الموسم ديالها، شنو غنديروا حنا بداك الاغذيه اللي هي موسميه؟ فالاجدر بنا اننا ناخذوا الاغذيه اللي كاينه في الموسم ديالها واللي كاينه دابا. الا كانت غترفع لنا المناعه فهي الاغذيه اللي كاينه دابا في هذا الموسم هذا. واول قاعده في النظام التغذيه وفي علم التغذيه هو قاعده الموسميه. فانا اتفق كاين اغذيه اللي ماشي في الموسم ديالها، وانا لا اشجع على هذه التصرفات هذه لانها ما غتفيدنا حتى بحاجه، الا غادي نصرفوها حنا، نصرفوا الفلوس ديالنا على هذه الاغذيه هذه، زائد ما عاد فيدنا حتى شي حاجه. في حين انني ممكن نقتني اغذيه اللي كاينه في هذا الموسم واللي تقوم بالمفعول اللي هو الجيد اللي الجسم يستفاد منه. نعم، تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.